أنا مزكى جميل، صديقة جميلة من زاوية الرضا. تحديات كتير ومعاناة كبيرة عاشتها صديقتنا الجميلة في حياتها. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ثقيها بسبب إصابتها بالكانسر. رغم الإعاقة، صديقتنا الجميلة ما زالت قادرة على الابتسامة اللي كلها أمل وسكينة. تخرج صديقتنا الجميلة للحياة بإرادة قوية، تحديات كتير بتواجهها لكنها بتقدر تتغلب عليها. صديقتنا الجميلة في رحلة بحرية بتفقد أحد عكازتها، سقط منها في البحر